أمريكا تحشد عسكرياً وتهدد بضرب اليمن من الأراضي السعودية، والمملكة ترفض رفضاً قاطعاً. فما هي دلالات موقف الحياد السعودي من أزمة البحر الأحمر؟ وهل سيؤثر على علاقة الرياض وواشنطن؟ ذكر موقع المونيتور الأمريكي أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تسعى للحصول على مزيد من الدعم من دول الخليج في محاولة لوقف الهجمات اليمنية على الشحن التجاري. وأورد الموقع في مقال له أن السعودية منعت الجيش الأمريكي من شن ضربات في اليمن من قواعد في الأراضي السعودية، تاركة حاملة الطائرات تابعة للبحرية الأمريكية لتتحمل مسؤولية الحملة في البحر الأحمر. فهل تخلت السعودية عن حليفتها مقابل مشروع السلام في اليمن؟ لعل مجموعة من العوامل قد أدت إلى اتخاذ الرياض موقف الحياد الذي يظهر تكتيكياً أقرب إلى صنعاء من واشنطن. وأورد موقع الخليج أونلاين أن متطلبات التحالف الأمريكي السعودي توجب على المملكة الالتحاق بحلف حارس الازدهار، ولكن ربما تجربة الحرب في اليمن وخذلان واشنطن للرياض دفع الأخيرة لتجنب الدخول في أي معارك جديدة، خصوصاً مع حديث عن اقتراب حل أزمة اليمن، حيث ترغب السعودية في أن تكون وسيطاً في الأزمة لا طرفاً. كما قال مصدران مطلعان وفقاً لرويترز أن السعودية طلبت من الولايات المتحدة ضبط النفس في الرد على هجمات الحوثي، وذلك في الوقت الذي تسعى فيه الرياض لاحتواء تداعيات الحرب بين حماس وإسرائيل. كما أن المحور المتحالف مع إيران أبلغ رويترز أن هجمات الحوثيين كانت جزءاً من محاولة للضغط على واشنطن لدفع إسرائيل إلى وقف هجومها على غزة، وهو هدف مشترك لإيران، السعودية وبلدان أخرى في المنطقة. وبحسب تقرير من مجلة فورين بوليسي الأمريكية، تتجنب الرياض الوقوف علناً إلى جانب واشنطن خشية أن تصبح هدفاً للهجمات. وفي الوقت الحالي يبدو أن هذه الاستراتيجية ناجحة، لكن السؤال الأكبر يبقى حول ما إذا كان هذا سيضمن حماية السعودية على المدى الطويل. لذلك تستبق الرياض الأحداث القادمة وتبحث مع الولايات المتحدة شروط معاهدة دفاع مشترك تقوم على التزام الولايات المتحدة بتقديم الدعم العسكري لها في حال تعرضت لهجوم في المنطقة أو على أراضيها. لكن هل يتزعزع هذا الاتفاق بعد سياسة المملكة تجاه أزمة البحر الأحمر؟